روتي هدي شوي روحي ما راح يتحرك طويل لانه ايوه هيك احسن اول مره بشوف لا 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 مرحبا السلام عليكم كيفكم ان شاء الله تكونوا بخير احبكم ربي يسعدكم يا جماعه اليوم التجربه مختلفه كثير انا اليوم باذن الله راح نجرب بعضنا فهمتوا على ما اظن انا بدي احلق له وهو بده يحلق بتحمس كثير احس كثير انا 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 لاحظته انا اوكي راح احلق له وراح يحلق لي ربي يسعدكم يا جماعه تخيلوا المنظر الاخير ربي يسعدكم اوكي اذا خسرنا شعرنا ما في اي مشكله ما في اي مشكله حلفين طبعا حلفين ما يكون في مقلق اي اكيد ما في اي مقلق ما راح يشلي شعري بس على الداير وطبعا معنا ابو شاكر الملك تفضل ابو شاكر ابو شاكر الملك صاحب المحل هو راح يكون وراح يقولنا شلون بحيث ما نجردن بعضنا ربي يسعدكم يا جماعه ان شاء الله باذن الله يطلع خير عمي ابو شاكر تشرف فيكم روسنا باردين طبعا نحن بصالون الشاكر ربي يسعدكم يا جماعه بقراديينيس ضمن المنطقه الله يديمك يا رب ابو شاكر سيد من مسك مقص احبكم كثير طبعا اما ما نبلش نعرف مين راح يبلش بالثاني اول وبصراحه انا ماني مشتهي هو يبلش فيني بس اوكي خلينا نجرب بحجر ورق مقص بسم الله الرحمن الرحيم لما ببوسها بتربح 1 2 3 حجر ورق مقص اوكي اقسم بالله عرفت تحت حجر عليك على طول بداياته بتكون اوكي ربي يسعدكم انا برو اوكي عمي ابو شاكر بس اعطيك تعليمات يا بس ال هون هي بسم الله الرحمن الرحيم هو انا مصلحتي اساسيه انه لا ايه لما كنت صغير بسم الله الرحمن الرحيم بدي اعرف شو استحى اوه صحيح في كاميرا ربي صدقوا انا نسيتكم انتوا هون بدي اعرف شو استحى انه زدوا عمي لا اذا هيك حمول خليني اوكي ربي يسعدكم يا جماعه بسم الله الرحمن الرحيم دعونا بالخير باذن الله خير 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 انا خايف اوكي اول شيء الماكينه بسم الله لا اول شيء انا اول اقصر شعري ايه اكيد ما بقى يطلع شعري يا جماعه ربي يسعدكم يقول بسم الله يا رب بس ما يرجع يروح مو دير بالك ها يا سلام سلام عليكم يلا ما شاء طيب لو قلت لك انت الحلاق كنت بحياتي كلها ما حلقت ولا مرة مش عم تطلع هي غلط حلقة تمام خلص اطلع خليه معلش اتركوا معي انا مبسوط فيا بس لا اطلع لفوق يا رب بدي حط لا 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 يعني هو قد يطلع لي المية وين الأرضي خطط أصلاً بتاعك 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 انا حلقت نفسي الجيل لا 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 يخرب بيت يخرب بيت وعمله هيك هاي من ورا شاد شيش لا والله ما شفت شي هلا طير المقص صح؟ تمام؟
بسم الله. بص والله بص بس بص خليه يطلع بس افرح فيه وارجع له. طلع شلون يا جماعه؟ طلع تفاصيل وجهه مبين انه شلون لكم انه هو عن جد حلو بلامي مصطحته من 50 سنه رامي بعرف انا رامي ما انا يا لطيف شفت على الارض نزل 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 خلق الله عليك يا رب. بص بص شو بتصيص؟ شعر بص اوكي ده ابكي انا الشارع بتوجع مني رامي ما قلبي عم وجعني حمودي لا 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 اطلع لفوق اطلع لفوق لا والله لا لا طلي طلي شعر طويل شعر طويل يا الله فهمت كيف الشعر طويل دي قصه هات فهمت ان احنا ما انت بس بس شوي مشان اعرف وين في الشعر دايرك وين في الشعر عشان اشيله والله بده كسر حد والله خلص انا مش انا كثير شايف هذا الضرب هذا شقد كنت عم بقول له لحلاقين يساوي لي مثله سبحان الله انت بايده بايده صدقني لا عجبني سقع حمودي مبسوط فيه ولد عن جد صدق هذا اكثر شيء مبسوط فيه بين كل الحلاقه يا رب قل لي عجبتني عجبتني الحلاقه امين هيك 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 يا مين بس عندي له ميك اب مش ما بيروح والله حاولت اطلع ما عم بعصر بعصر مو ماشي مو مترطب شيل الضرب الشوارب هذا هو انه في مزح بيننا يلا دوري هي الحلقه اللي هي ربي يسعدكم يا جماعه هاي شايفين شوارب وضعيه هيك طلع يلا دوم خالص انا يا رب عجبني بسم الله نزل لي بسم الله الكريم انا بحب اخذ في البدايه اوخ مش انا حددها بدي لا تشد كثير عليها فوق اصلا لانه نعم قرصتني قرصه بالكل اي غلط لانه هي 3-0 مش يا ربي معلم اسمع انا ما بحب النزبوني والغيار والله شغل لك شغل النزبوني اه نسيت هي التحديد يلا 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 ي
يا جماعه ربي يسعدكم. انا اللي حلقت له على الدائره اقسم بالله. بس ايش الفكره؟ يعني مبين انه انا الحيل هو اللي حلقني بس إيه؟ بس الفكره انه طفيت الكاميرا فممكن احط لكم لقطات اذا كانوا موجودين بهذيك الكاميرا احط لكم لقطات من هذيك الكاميرا. المهم فراح ارجع هلا اكمل له بس على الشفره. بس الشفره يعني لسه ما خلصناها. يس بسم الله. جاهز انت؟ نعم. يلا بس شلون سويته؟ ترى شلون؟ محظوظ وقف ايدي مطري له بمي. ايه مظبوط والله نسيت قصة المي كلها لأيام. ارخي ايدك شوي جلدك قاسي. ايش قصي فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله ما بخاف. ها شفتوه قربت لجنب عينه وما خاف. ها هلا ولا شغال حلو. ثانية بس حمودي والله انا يعني ما بستحكي. عرفت علي؟ هدي شوي. روحي ما راح اصير اتحرك طويل. ايوه هيك احسن. اول مرة اصير اتحرك اخوفني. يلا 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 حوالي خلصت خلصت خلصت. لاني انت الشيف. حاسس انا مين بيعرف اكثر؟ والله انت هلا كمبدا الحلاقه اول شيء تقطيع الحلاقه انت اول شيء تحديد الحلاقه بس مسكه المقصله مين اساس الحلاقه يعني انت اسست صح الماكينه مش كمامه الحلاقه تبعتكم بتحلقوها على الصفر او على الدوس. مسكه المقص انت معك معلم محمد معلم معلم يعني ما شايفين هون تدريج كثير طالع حلو تدريج يعني مسكين مسمين مدرج ملعب العباس عجبين اغلى من عجبين مدرج ملعب الحمدانيه عجبين اغلى من عجبين عجبين اغلى لا من عيد عجبين عجبين. بس ايش الفكره؟ الفكره انت ما في عندك شعر يقص بالمقص حلو لو عندك كنت ابدعت فيه. المهم نعطيكم النتيجه اخر الشيء حلوه ابو شاكر بعد تعديل عمي ابو شاكر. المهم بنودعكم بس كتبوا لنا بالكومنتات انتوا كانتوا كانتوا يعني مين شفتوا بيعرف الاولى الثانيه اكثر انا ولا محمد؟ احبكم كثير يا جماعه اكتبوا ارائكم نرجع لكم. ربي يسعدكم. هذا هي النتيجه الاخيره يعني طبعا اوكي بعد ما عرفنا تعذيب يعني لدرجه كثير كثير بالتعديل. بس اذا بدكم الصراحه اذا بتطلعوا حلقه اخوي ما يفرق كثير يعني من الحلقه اللي انا حلقتها. ابو
شاكر انت غير الشفرة شفت عم سكت ما شفت ما عملت شيء ما عملت بس شفرة بس شفرة شفرة واستشوار ربي يسعدكم لو مصوركم بس شط دمعة بعدل فينا اكثر من 3 ساعات التعديل التعديل ترى اصعب من الحلاوة نفسها طبعا اكيد المهم كلمة يا داقة بشاكر على راسي يا شباب سلام يلا شرفتوا محلكم يعطيك الف عافية طبعا ابو شاكر والله العظيم الصلاه على النبي عليه الله صالون الشاكر مثل ما قلت لكم هو قرى دينيس شكرا كثير لكم اي حدا بيجي لهون بشرفنا ربي يسعدكم احبكم كثير محل الجميع والله الله راسي الله يديمك يا رب المهم احبكم كثير ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو اعزائكم حطوا لايك اشتركوا بالقناه شوفوا الفيديوهات الجديده شوفوا الفيديوهات القديمه خلينا الفيديوهات الجديده بحبكم كثير والسلام عليكم شوف ناجح نجاحه غامض بنجاحه هاد كم واحد ضاغط عنده طريقة مو بالموسيقى نجاحه فعلي هي الحقيقة